دلوقتي تعالوا نروح لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن نفس الكلام. وجه رسالتك الداعمه لفريق الزمالك من اجل تخطي عقبه الداخليه بالدوري غدا. تعالوا نشوف كده اراء جمهورنا على السوشيال ميديا كانت ايه. والبدايه من عند محمد الديري بيصبح علينا، صباح الفل يا محمد. بيقول مباراه الزمالك مع الداخليه غدا مباراه مهمه للرجوع للطريق الصحيح والتاكيد على ان الزمالك مستمر في المنافسه على اللقب للعام الثالث على التوالي، وان شاء الله نكسب والدوري السنه دي في 100 عقبه ان شاء الله يا محمد. سامح عزت بيصبح علينا، صباح الفل يا سامح. بيقول رسالتي للاعبي الزمالك، لازم ننسى مباراه اسوان ونركز في مباراه الداخليه، لسه بدري قوي على الدوري وفاضل 23 ماتش وان شاء الله الدوري في 100 عقبه. عاش الزمالك وجمهوره العظيم. علي محمد بيقول لنا هارد لك ماتش اسوان يا رجاله، ماتش للنسيان، كل الدعم ليكم يا ابطال وبالتوفيق ليكم فيما هو قادم. الحقيقه رسائل كتير جدا وجهوها الجمهور على السوشيال ميديا اكيد للفريق عشان نقدر ان احنا نتخطي العقبه اللي احنا وقعنا فيها امام اسوان، لكن ان شاء الله كل الدعم اكيد مننا ومن الجماهير اكيد للفريق اكيد في مشواره. وعندنا بطولات كتير الموسم ده، عندنا دوري بنلعب على دوري وكاس، وكمان اكيد بنلعب على دوري ابطال افريقيا، عندنا مباريات هامه كتير في الفتره اللي جايه.